Zombie Apocalypse. حسن. أهلا السلام عليكم. أهلا تفضل حسن. كدير الليلة فجية. بارك الله فيك مرحبا بك. كدير دكتور معتو. أهلا وسهلا سيدي. سيدي بارك الله واشركم والله العظيم الذي تقريبا واحد العام وأنا كان عيط وما عندي تليفون عما ما فيش ماشي من هاد الجداد ما بغى قايش دية اليوم عاد شدية الخط. مرحبا بك سيدي مرحبا. بارك الله فيك ودي دكتور توقر أنا في واحد المحنة ما نعودش لك. تفضل يا سيدي تفضل. دابا أنا كنت درت شركة في 2009. إيه. واتفقت انا والمراه حطيت واحد 20 مليون في البنكه واتفقت انا والمراه والدريه باش غادي نهيب لها الدار التحتانيه ونهار ريح في التقاعد ان شاء الله في 2016 ريح تقاعد ندير شي كويمي صغير نخدم به اييه نادى ضربت لي ديك عطيتها لاكارت ضربت ديك الفلوس ديال الشركه اييه عطيتها فلوس ديال الشركه باش ناسسوا شركه اييه اللي عطيتها لاكارت عطيتها لاكارت ديال البنكه البنكه حيت انا كنسافر كنخدم سونطري ديال فرموك ديال سونطري وكنسافر اييه الوقت اللي ريحت دابا في 2016 ريحت نتريت من جيت نطالع بالفلوس لقيتها ضربتها كلها ضربت الفلوس مشات من حيث لا لاكارت دابا راه 50 وهي نافياني من 2016 وهي نافياني دابا هي راه في طبقه وانا في طبقه اييه دابا ما عرفتش اش ندير دكتور الله يجزيك بخير عندكم شي وليدات عندي خمسات الوليدات تبارك الله دابا عطيتيها البطاقه البنكيه ديالك اييه باش تصرف للدار اي بس صرف على الدار قلت لها انت عندنا شركه صرفي على قدك دابا كتخرج تصرف وكتخرج تحط كتخرج 40 درك ودوز واحد الساعه ولا ساعتين دابا كتخرج 40 انا كنربح 160 180 مليون في الشهر هي كتضرب مليون ونص في الشهر راه عندي الوراق انت كتخلص 160 مليون في الشهر ايه كتخرج تقريبا انت كتخلص 160 مليون في الشهر أه؟ انت كتخلص 160 مليون في الشهر لا كنتخلص 160 الف وزير معايا زير معايا عندك 160 الف ريال في الشهر ماشي 160 مليون لا 160 الف شهر مزيان وهي كتخلص وهي كتخرج مليون ونص مليون الشهر. مليون ونص مزيان اذا كنت تاخذ من الفلوس ديال الادخار فلوس اللي كنتي مخبع انت للشركه الله يرحم والديك دكتور شحال كنتي مخبع ديال الفلوس انا مزوق فيه شحال كنتي مخبع ديال الفلوس دات 20 مليون شحال انت كنتي مخبع شحال كنتي مخبع شحال كنتي مخبع ديال الفلوس 20 اللي كنت حاب داتها من غير الخدمه هي دات 20 مليون اذا اي كلها خرجتها مشات واخا اذن قلبتي انت في الحساب ديالك لقيتي مشات 20 مليون قلتي لها شنو هادشي هذا اشنو جاوبتك قالت لك صيرنا 20 مليون قالت لك صيرناها ومشات في الصير وسميتو دابا رانا 50 وهي نافياني ايوا ايه ولكن علاش نافياك حيت لا كارت اييه ونفاتني صافي دابا هي في برطمونه في برطمه يعني هاجراك هاجراني 5 سنين دابا اه وانت شنو الكلام ديالك في هذا الموضوع هذا اش كتقول انت وصابر دكتور مع ديما صار انا صابر صافي دابا مني مشيت نشوف الوكاله كيفاش صابر اشرح لي دابا مرتك ساكنه لتحت ولا ساكنه الفوق ندعيها وانت لتحت ياك هذه 5 سنين وهي هاجرك اي وهي هاجراني شنو هي هاجرك يعني ما كتاكلوش مجموعين قالت لي خرج من بيتي نعاس خرجتني من بيت نعاس سدت عليا عليا الطبقه الفوقانيه واش كتوجد الماكله كتقاد دارها مقابله دارها وليداتها مقابله ولادها ما مقابلينيش انا مقابله ولادها وقبل كانت مقابلك انت لا ما مقابلينيش انا ما مقابلني لا قبل كانت مقابلك وقبل الفلوس قبل ما تديرك الفلوس واش كانت مقابلك انا كديه خدام يعني ما كانتش مقابلك حتى قبل الفلوس لا انا كنت خدام دين منجي على شهر على 25 يوم كثر هذا كنجي نبات الليله والغد ونزيد نمشي نخدم ودابا كاين شي حاجه ماشي هي هذيك انا ما يمكنش كي غدير نتايا تجلس 5 سنين ومرتك هاجرك وقالس مبرد مع راسك والدنيا هانيه اشرح لي كاين شي حاجه في هذا الملف ديالك لا ما كاين داكشي اللي كاين انا كلشي مكتوب في الورقه دكتور لا عطيتيني العنوان فين كاينين جيت لعندك لا اش غادي تجي عندي ودابا ملي كتقول لنا عليه الشيطان اش كتقول ما عرفتش اش غادي ديري هي اش كتقول اش كتقول ملي كتقول لنا عليه الشيطان المراه عليه الشيطان جاي نتصالحوا اجي نسامحوا راسها وتزيد في حالتها دفلت عليا عيرتني لقيت هاد نهار 5 في هاد الشهر لقيتها مدخله راجل للدار لداخل ايوا ملي لقيتيها مدخله راجل للدار اش كدير هي والراجل في الدار؟ قالت لك حقا كيبيع ويشري معاه هو كيبيع ويشري معاك تدخلي للدار بيع ويشري معاه برا ما تدخليش للدار راه حرام تدخلي للدار منعو تدخلي للدار اها وشنو قالت لك ملي قلتي لك تدخلي راجل للدار؟ ما دويتش معاه دابا لحد الان ما كندويش معاه دكتور يعني دخلت راجل للدار انت ما دويتيش معاه؟ ما دويتش معاه راجل تبارك الله ما قلت لها حتى شي حاجه لا راجل تبارك الله واش غندير
دير لك ان شاء الله. كيفاش دير؟ لاش غتهضر؟ لاش صافي الى هاد المره غتدخل راجل للدار؟ واش عاد نبقاو هنا نضرو في التجاره ولا في حوايج اخرين؟ الا انت شتي شي حاجه ما عجبكش انا بغيت تنستشر معك يا دكتور عاد نشوف واش غندير. عيطت لعائلتها جمعتو حاولتو تناقشوا هذا المشكل تحلوه؟ ما عيطت للعائله لا والو. صافي هي في الفوقي وانت هي في السفلي والتشاحد ما كيهضر مع شي حد. والوليدات فين جالسين معاك ولا معاها الفوق؟ لا جالسين معاها. جالسين معاها وانت جالس كتنوض تخدم وتخرج تدخل دارك في الليل صافي ما كاين حتى شي حاجه. شكون اللي كيطيب لك؟ شكون اللي كيوكل لك؟ كيتدير طيب بوحدي نصبن بوحدي نطيب بوحدي ناكل بوحدي. وعلاش الشريف ما درتيش المسطره ديال التطليق؟ علاش ما طلقتيش لحد الان وانت 50 وانت مهجور؟ اه دابا دكتور اسمح لي الله يرحم لك الوالدين رانا مرتبك رانا مرتبك بزاف. قول لي بشوي عليك. ها دابا مني مشيت لهاد يومين هادي باش مشيت عند السيد اللي كتب لينا العقد. اين عقد ديال الدار ديال الهيبه؟ على وهبتي لهاد الدار؟ ايوا هبت لها الدار تحت على حساب الشركه باش نديروا فيها البيرو. اييه دابا مني مشيت نشوف سميتو لقيتها كاتبه الدار كلها التحتانيه السفريه والبريميير. وانا ملي برك التقاعد شديت واحد 19 مليون بنيت لحجوج طبقات فوق. دابا رانا في الدوزيام والتروازيام فيها هي. دابا بنيتي انت الطبق الثالث والرابع؟ اييه الثاني والثالث والرابع. اييه تمام. وبغيت الحل ودي دكتور انا مزوق فيك. لا تبارك الله عليك. واش غندير انا ما كرهتش. ودابا عيطنا لهاد المراه ولقيتها عامره من جهتك وهي كتقول لي راه كيدير وكيفعل وكيترك وما كيديرش. ما كاينش عندي ما عمرني هسرتها ما عمرني عيرتها ما عمرني قلت لها لا نوضي بالزربه ولا بركي بالزربه. يعني انت ظريف انت زوين انت بخير هي اللي ما مزياناش. والله اعلم. ايوا قول لي انت. نعم حيت هادشي راه جاتني مراكبش هادشي شي حاجه ماشي هي هذيك. لا ما كاين حتى شي حاجه من جهتي انا. نعيطوا لها نسولوا فيها الوقت اللي حيدت لاكارت حيت لها انا بغيتك تعطيني الحل. لا ما نعيطوا لهاش نسولوا فيها. انا بغيت تعيط لها تسول فيها ماشي مشكل ولكن خفت تخرجني تبيع الدار وتخرجني للزنقه. الى عيطنا اييه الى عيطنا خفتها تخرجك وتخرجك للزنقه. اييه تنجي عندك نجيب الوراق ونجي لعندك وريوني فين كاين ونجيب الوراق كلهم اللي عندي ندي معندك تقراهم وديك الساعه قول لي اش غندير. هذيك الدار محفطه؟ لا غادي سميتو ديال عندها غير الملكيه. الملكيه اللي شريت عند السيد. شنو شريتي؟ الملكيه عندها هي وبنتها. شنو شريتي؟ الارض؟ لا شريت الدار فيها السفلي والبريميال. ودابا اتفقت انا وياه والدريه باش غنديروا البيرو في الشركه ديال الشركه في الدار التحتانيه. صدقت كاتبه التحتانيه واللي فوقها والبريميال. هي اللي كتبات ولا انت اللي كتبتي؟ لا انا مش الدريه اللي كتبت. انا ما قاريش يا دكتور لا انا ولا هي ولا الام. وشكون اللي غادي يكتب؟ راه العدو اللي مشيتي عنده هو اللي كتب. اي ولكن الدريه اللي فتات عليه. ايوا العدو راه تيكتب اللي قلت له داكشي اللي قلت له غيديروا. داكشي اللي قالت لي الدريه داروا. ولكن الدريه راه قالت له هادشي حداك. لا ما قالتش لي قدامي رانا هاب لي الدار التحتانيه الفوقانيه كون قال لي نقول لي لا الدار التحتانيه اللي غنديروا فيها البيرو. اي مشكله عندك انت الشريف. ايوا المهم داكشي علاش قلت لك انا تنجمع عندك الوراق الله يرحم الوالدين فين كاينين الاصوات فين كاينه. لا دابا اش هذا الملف هذا ديالك غادي تصوب اصوات هذا الملف ديالك خصك تمشي عند محامي الشريف ياك. اييه باش يشوف هذا الملف ديال الهبه يشوف اولا العقار منين جا وشنو الوثائق اللي عندك ديال العقار اللي كيتثبتوا الملكيه ونشوف هذا البني اللي زدتي ديال الثالث والرابع ونشوف عقد الهبه واش عقد سليم وشكون اللي دايره ونشوف الشروط ديال الهبه اللي درتي. هي خصك تعرف ان الهبه ملي كتعطيها للزوجه راه ما بقالك ما ترجع فيها ياك. اه كترجع غير اللي عطيتيها لوليداتك هي اللي ترجع فيها. ما تفسخش الهبه. لا الا كان شي شرط من 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 الشروط اللي ما توفرش يعني في ولكن انا دابا الدريه اتفقنا على الدار الثانيه دابا لقيتها تاع الفوقانيه هذه الفوقاني بريمير توا. ايوا ايوا دابا هادشي باش قلت لك غتمشي عند محامي باش يشوف واش كاين شي عيب اولا في ذاك العقد. الا ما كانش عيب راه العقد سليم باش شوف شنو غادي يكون المصير ديال داك الطابق الثالث والطابق الرابع اولا. ثانيا شوف المسطرات ديال التطليق ديالك انت وياها واش غادي تكملوا الزواج ديالكم ولا غادي تطلقوا ولا غادي تفارقوا. نعم اللهم يسر. دكتور كيتكلم على طبق ارضي واول ثاني ثالث في حاله مثلا كانت ما كانش امكانيه الرجوع في هذه الهبه اللي كيف قلتي حسب الشروط. بالنسبه للطبق الثالث والرابع ما فيهاش مشكل بالنسبه له يتكلم غترميه في الزنقه غيمشي للشارع. لا الا تثبت بان هذاك الشراء ديالو اللي بناه عاوتاني في الثالث والرابع ديالو هو اللي بنا. اما الا جات قلت له انا شي كلشي ديالي انا اللي بنيته هادشي ديالي خرج انت
نعم راهي عندها وثائق تثبت بين الناس السفلي والفوقي ديالها. غادي نواصلوا من الدار البيضاء ناخذوا الحسين ومن بعد نمشيو لسلا. حميد مازال معنا خليك على الخط. السلام عليكم لالا. عليكم السلام مرحبا. عواش المبروكه بالصحه والسلامه والعافيه. بارك الله فيك. اهلا وسهلا مرحبا. الله يكبر بك لالا الله يطول لي عمرك. السلام عليكم دكتور معتو. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عواش المبروكه حسين. بالصحه والسلامه والعافيه الله يطول لي عمرك لالا الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. الله يجازيك بخير دكتور معتو. عندي واحد المشكل وبغيت نتشاور معك فيه الله يطول لي عمرك. تفضل سيدي تفضل. قمت دكتور معتوق بإجراءات الطلاق في 12/2019. إيه. ودازت الجلسة الأولى دعت المحامية ديال الطريقة ديالي بأنه في صحة غير في حالة غير صحية باش تحضر. هي راه ماشي المحامية اللي كتدعي، هي الموكلة اللي كتدعي، أما المحامية غير كتوصل الكلام ديال الموكلة ديالها. تفضل. لا حيت المحاميه ديالها كانت في الجلسه حاضره. ايه ولكن راه الموكله اللي هي الزوجه ديالك قالت لها راني مريضه ما نقدرش نحضر. على اي ما حضرات الجلسه الثانيه استاذ معتوق حضرات. ايه. وكل واحد شكى بال 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 الاضرار ديالو وفجات كورونا. يعني هذا الشيء كان هضر مع الدكتور معتوق في شهر واحد وبدايه شهر جوج. ايه. من بعد مباشره من بعد الجلسه الثانيه نادت الطريقه ديالي مشات للشركه ديالي وفرعتها وسرقت جميع الوثائق اللي كاينه وسرقت الكوفر فور وسرقت العديد من السلع. وهي هي شركه معك في الشركه؟ لا 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 ما عندها حتى علاقه بالشركه. ما عندها حتى شي علاقه بها. ودرتي بها شكايه؟ مشيت عند المحامي ديالي طرحت عليه المشكل قلت له اودي اش كاين واش كاين واش كاين راه ما استصغاتش القضيه ديال الطلاق وراه ناضت فرعات وجابت اللي عاونها لانه داك الشيء سيكوريزي بالسيستم دالار والمسائل. وعندك لي كاميرا؟ عندك كاميرات؟ عندي لي كاميرا عندي المسائل كلها. ودرتي دابا الشكايه ولا ما درتي الشكايه؟ ناض المحامي ديالي قال لي يا ودي واش بغيتي تدخل للحبس؟ قلت ليه بغيتها تاخذ الجزاء ديالها. اييه. ناض دار شكايه حطيناها في المحكمه ديال عين السبع. المحكمه ديال عين السبع حالتها الشرطه القضائيه الجنائيه في الولايه الامن في الطبقه الثانيه. استمعوا ليا قالوا لي سير حل المحل ديالك بمفوض قضائي. كاين مشى المفوض القضائي عاين المسائل كلها بان فعلا كاين خدوش وكاين فريع وكاين سميتو عيطوا عليها هي حتى هي سميتو استوجبوها. ايوا ولكن اعطيني دابا فين واصل الملف. الملف تكبر دكتور معتوق. المحامي ديالي خدا العتاب ديالو كنمشي عنده ما كيبغيش يسمعني ما كيبغي يعطيني حتى شي. لا ولكن دابا ملي سمعوا الشرطه القضائيه لجميع الاطراف حالوا الملف مره اخرى على وكيل مالك. ردوا الوكيل مالك. اش دار وكيل مالك؟ واش حفظ الشكايه ولا حال على القاضي؟ لا المشكله هي دابا الملف ما بقيت عرفت واش كاين في الكوميساريه. وهنا تنسولك فين تمشي تقلب. يا اما راه ردوه من الشرطه القضائيه عند وكيل مالك وكيل مالك تيخصو ياخذ فيه قرار، يا اما غيحفظ الملف من بعد ما يشوف المحضر ويشوف الاستماع على جميع الاطراف ويلقى بان ما كاينش عناصر مكونه للجريمه او 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 او. لا هي دابا واسمعني نعم استاذ ربي خليك. يا اما غادي يحفظ الملف وداك الشيء باش تقبر انت بالنسبه ليك ما كاين حتى شي نتيجه ما كاين حتى شي تحرك اذن غتمشي تشوف علاش تحفظ وتخرجوا من الحفظ وتشوف كيفاش دير الدرك الموقف او غادي يكون في طور الدراسه باش غادي يدير المتابعه ديالو ويحرك المسطره العموميه ويصيفطو للقاضي اللي غادي يحكم. هذا دابا المشكله المحامي خد الاتعب وما بغاش يخدم معايا هذا هو المشكل. كيفاش باش عرفتي ما بغاش يخدم معاك؟ لان فين ما كنمشي عنده كيقول لي وخلاص راه داك الشيء ما فيه والو راه ما كايناش السرقه بين الزوجين. لا هي راه ما سرقاتكش انت، هي راه سرقات الشركه. اييه فعلا استاذ راه كانت سرقاتك انت. غنقول لك راه ما كاينش السرقه بين الازواج ولكن راه هي سرقات شخصيه وحده اخرى معنويه مستقله ما عندها علاقه انت بك. واخا هو جيرو اونيك وخا مسير وحيد هذيك شركه معنويه مستقله غادي تجيب الاقراص ديال الكاميرات. لا الاقراص الكاميرا والداكشي كله هزاته وداته.
يعني ما عندكش حتى تسجيلات؟ لا داتهم، دا انا قلت لك استاذ دات كل شيء. دابا باش غتثبت بانها سرقات الا نكرت هي؟ لان كاين الشهود ديال لي كونسييرج اللي فين كاينه الشركه، وهاد الشهود سمعوا لهم؟ اي استمعت لهم الشرطه القضائيه. ايوا صافي، دابا سير عند المحامي ديالك باش تشوف شنو غاد كاين في الشكايه ديالك. الا ما اتفقتيش ما باش تستمع ليا نهائيا بتاتا استاذ. دابا انا كنهضر معك من 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 بدايه شهر 7 الى يوم. اسمع الشريف، اسمع الشريف، هذاك المحامي انت ما مجوجش به، راكم ماشي مجوجين. من محامي كتعطيه ملف ديالك، كنتي راضي على العمل ديالك، العمل ديالو راه كتكمل انت ويا الملف. ما كنتيش راضي، ما عاجبكش، ما ارتحيتي ليش، ما بقيتيش هو وياك، الله يجازيك بخير شحال كتسني في الاتعاب. هل الاتعاب ديالك ديال العمل اللي قام به، وكتهز الملف ديالك كتاخذ تسحب النيابه وكتمشي دير ملف المحامي اخر. صافي واضح الحسين، الله يستر لك الامور.